تعالى ما بسط لك الموضوع في خلال 10 دقايق هتفهم كل حاجة عن مشكلة الاي بي. العلماء بيصنفوا مرض الاي بي من ضمن اكتر الامراض تحور، يعني دايما بيتغير، بيظهر عطرات جديدة دايما. اشهر هذه العطرات حسب التصنيف الجيني بي 793 او دي 274 او الكيو اكس الصينية، يعني هيظهر على الشاشة اشهر مثلا 4-5 عطرات. في بقى تصنيف تاني اسمه التصنيف الحمائي، يعني في عطرة لما تحصنها تديك حماية ضد عطرة تانية، وده اللي احنا محتاجينه عمليا في المزرعة. احنا عايزين التصنيف ده، وبناء عليه لما نيجي نختار تحصين الاي بي بنختار عطرتين، واحدة كلاسيك واحدة مغيرة، علشان نعمل حماية ضد اكثر من 95% من العطرات. وتفضل انك تحصن بالفقاسة عن انك تحصن بالمزرعة، لان التحصين بالفقاسة بيكون داخل علبة صندوق زجاجي بيقلل من الرش الناعم. يعني ايه الرش الناعم؟ لما احنا قلنا، او انا نسيت اقول لكم، ان الاي بي يفضل رش او تقطير، تمام حاله. فانا لو هرش بالفقاسة بيكون في صندوق زجاجي، الرش بيكون خشن ومفيش فيه رش ناعم. الرش الخشن ده بيديك حماية اكبر ورد فعل اقل، لان في ناس كتيرة بتشتكي من رد الفعل بعد 3 ايام لما بيحصن رش. ليه؟ اللي بيحصن رش ياخد باله وبيحرك ايده يمين وشمال، بيحصل ان الرزاز الخشن اللي هو شايفه خشن قدام عينيه من الرشاشة بيرجع يتكسر مع حركة ايدك ويتحول على الاقل 10% منه الى رزاز ناعم، فيعمل لك إصابة أو رد فعل في 10% من القطيع. لكن بالفقاسة الرشاشة بتكون ثابتة داخل مكان مغلق ومحكم بالزجاج، فما فيش هنا تيارات هوائية أو حركة سريعة من مصدر الرشاشة، وبالتالي الرش خشن ده بيقلل رد الفعل. لكن الجميل في الموضوع إن التطبيق هو الأهم، بمعنى إن مياه التحصين لازم تكون باردة. انا بقولكش برد يعني تبقى تلج، بس على الاقل في درجة حرارة 15، يعني ما تكونش بدرجة حرارة 30-40 وتقول لي التحصين هيجيب نتيجة، لا، لازم، لانه فيروس حي، لازم التحصين درجة حرارة المياه تكون في متوسط درجة 15. كمان لازم يكون حجم الرزاز اللي طالع من الرشاشة خشن لا يقل عن 150 ميلي مايكرون، وده وعلشان كده انا بنصحك انك تحصن بالفقاسة، لان عندهم الجهاز او الرشاشة المخصصة لهذه العملية. التحصينة التانية من الاي بي المفروض ان هي تكون على عمر 11 او 12 يوم، برضو رش. ليه رش؟ احنا قلنا رش او تقطير، لان الرش والتقطير بيصيب فعلا او بينزل على القصبة الهوائية، والعلم بيقول ان المناعة الموضعية في القصبة الهوائية هي الباب الرئيسي لدخول الفيروس او لنجاح عملية التحصين. يعني لما تيجي تحصن لازم تاخد بالك ان يكون التحصين على القصبة الهوائية. فاذا عشان توصل للقصبة الهوائية الافضل انك لاما تقطر لاما ترش. طبعا احنا رشينا عمر يوم بالفقاسة زي ما اتفقنا، رش خشن زي ما قلنا، مياه باردة زي ما اتفقنا، تمام. كمية المياه برضو نسينا نقول، كمية المياه 350 ميلي للألف، الجرعة مثلا 1.2 أو 1.1 لكل ألف. كل دي تفاصيل تاخد بالك منها. هتيجي عمر 11 أو 12 يوم هترش تاني تحصينة للآي بي، لكن هنا في العمر ده أنا بفضل إنها تكون عطرة كلاسيك. في واحد ممكن يقولك طب ما نحصن ميت بالفقاسة بالمرة ضد الآي بي. التحصين الميت بالفقاسة ضد الآي بي أنا شايفه مهم في حالة واحدة، وانت عندك مزارع كتيرة في مكان محدد، يعني زي شركات الدواجن بيبقى عندهم مثلا 70-80 عنبر جنب بعض في مكان واحد، فكل 3-4 ايام تلاقي عنبر بيبيع. هنا لو انصاب اي بي ما ينفعش يعتمد على التحصين الحي، لازم كمان يحصن ميت. علشان ايه؟ علشان يقلل الشيدنج داخل القطاع ده. لكن لو انت مزرعتك لوحدها كده في حالها مع نفسها بعيد عن باقي المزارع، ما فيش احتكاك زي الشركات، يعني ما هوش نظام مكثف كده، فانت مزرعتك خلاص انت بتطهرها دورة بدورة، خلاص ما فيش داعي تحصن ميت. لا، انت تعتمد هنا في الحالة دي على التحصين الحي. طيب تعالوا بقى ندخل في الموضوع بشكل اصعب شوية. لو في مزرعة فيها اي بي نتعامل ازاي مع الاي بي؟ هل نحط مضادات حيوية؟ هل نمنع المضادات الحيوية؟ احنا في ناس تقولك لازم تستخدم مضاد حيوي علشان البكتيريا ما تنشطش، وناس تانية تقولك اوعى تستخدم مضاد حيوي علشان الكلية بتبقى مصابة في حالة الاي بي، فممكن انت كده
تقلل مناعة الفراخ فالفيروس بيموت الفراخ أكتر. أيهما إيه النظرية الصحيحة في الموضوع؟ النقطة الثانية، طب الموسع الشعب الهوائية اللي هو المذيب وطارد للبلغم، موسع الشعب الهوائية اللي احنا بنجيبه ده، طيب هل موسع الشعب الهوائية فعلا مفيد في حالة الاي بي والاتش 9 يعني والسدات، ولا تكلفة ليس لها أي داعي؟ المضادات الحيوية في حالة الاي بي استخدامها لازم يكون فعلا بحذر، لكن مش ممنوع يعني. بس هي الفكرة، انت بتستخدم مضاد حيوي في حالة ايه؟ ليه؟ علشان البكتيريا. طيب انا لو فراخي كانت سليمة وفجأة انصابت فجأة نفق زاد واي بي، اكيد اول 3 ايام مفيش بكتيريا لسه، فمفيش داعي اول 3 ايام من بداية الفيروس تستخدم اي مضاد حيوي. تمام؟ طب ماشي، في اليوم الرابع ولا الخامس اول ما النفق يثبت كده ويبدأ انه هينزل، هنا المرحلة دي انا متأكد وانت متأكد ان بيظهر نشاط بكتيري، تبص تلاقي بكتيريا سي ار دي بقى والكوليستريديا وكل ما لذ وطاب. في الحالة دي ما ينفعش تقول الكلية والكبد، لا يا معلم، لازم تحط مضاد حيوي. لكن في مضادات حيوية بتكون شديدة على الكلية، يعني الدوكسي ولا الأموكسي والأمبسلين طب ما تستخدم مضادات حيوية لا تؤثر على المناعة ولا تؤثر على الكلية بشكل حاد، زي مجموعة الماكروليدز، يعني الإريسرو، التايلوزين، سبايراميسين، ثلاثة دول بيشتغلوا على الجهاز التنفسي ولا يؤثروا على المناعة وليسوا بالأذى، ما يعملوش أذى لو أنت استخدمتهم بالجرعة السليمة، ما يؤذوش الكلية. كمان عندك الكوليستين والنيوميسين، شراب لما بتشربهم برضو امتصاصهم ضعيف لا يؤثروا على الكلية. طبعا الكوليستين لو اتحقن والنيوميسين يدمر لك، لكن الحقن غير الشرب، لما بتشرب كوليستين أو نيوميسين آمن جدا، الاثنين دول آمنين جدا على الكلية. تمام؟ فما تخافش منهم خالص في أي فيروس، دول اتحطوا من أول يوم أصلا عادي، دول لا يؤثروا على مناعة الطيور لأنه مش هيمتصوا أصلا. فأنت عندك في ثلاثة، إريسرو، سبايراميسين، تايلوزين، حط اختار واحد من دول مع الكوليستين مثلا، وبكده أنت تكون استخدمت حاجة تنفسي مع حاجة معوي، وتقدر تنزلهم في اليوم الرابع من الفيروس بعد ما تحس أن النفق ثبت أو بدأ ينزل. في المرحلة دي تقدر تحط المضاد الحيوي. طيب موضوع الـ اسمه ايه، اللهم صل على النبي، موسع الشعب الهوائي. موسع الشعب الهوائيه عامل زي المنديل، انا عايز اجيب منديل. يعني انت لما بتجيب منديل تمام، اللي بيحصل ايه؟ انك بتضغط عضلات، بتعمل عمليه طرد بيسموه مذيب وطارد للبلغم. طيب دكتور بتاع الكحه يقول لك ايه، انت كحه ناشفه ولا كحه طريه، فيها سوائل ولا ما فيهاش؟ يعني ايه؟ لو فيها سوائل بيديك مذيب وطارد، لو ما فيهاش بيديك حاجه مضاد حساسيه، يبقى مجرد حساسيه بس. الله، طب ده هتفيدنا احنا في ايه بقى في شغلنا؟ انت الفراخ فيها فيروس، طيب الفراخ ما فيهاش عضلات هنا بتطرد، ما عندهاش قدره على انها تطرد السوائل. طيب السوائل الايه؟ البكتيريه، السوائل البكتيريه مش السده. فلما يتتراكم، لو في بكتيريا، لو في حاله بكتيريه وفي سوائل او في يعني افرازات هنا في الجهاز التنفسي العلوي عند القصبه الهوائيه للدواجن، علشان اساعدها ان هي تتخلص بديها موسع شعب هوائيه في تركيبته بيكون فيه مذيب وطارد للبلغم علشان تنف اكتر. تمام؟ يعني اكنه منديل. اكن على فكره انت لما بتنزل موسع الشعب الكخه بتزيد اول ما بتنزله، لانه عامل زي ايه، زي ما بقولك ايه، انه بيساعد على عمليه الطرد. فلما بتنزله الكخه زادت، اعرف ان هو منتج كويس، بس بعد ما توقفه خلاص الافرازات خلصت، فالكخه ما عادش تسمعها. ليه؟ لان الافرازات البكتيريه ايه، خلصت. طب هل ده هيخدمنا في الاي بي والاتش 9؟ قولا واحدا لا. مفيش اي علاقه. يعني الاي بي والاتش 9 ما لهمش علاقه بموسع الشعب، موسع الشعب ملوش علاقه بالفيروسات دي، موسع الشعب ضد الافرازات البكتيريه. يعني ينزل امتى موسع الشعب؟ في حاله اصابه بكتيريه، ايكولاي ومايكوبلازما عامله لك، تلاقي الفراخ كده فيها هنا كده سوائل عند مناخيرها ونشاره كده وعينها قافله ويعني بتتنفس بصعوبه، دي حاله بكتيريه. حاله بكتيريه حط موسع شعب هوائي. يعني انواع كتيره موجوده في مصر والامارات. لكن السده بتبقى فين؟ ده بتبقى في القصبة الهوائية لو هي حالة الاي بي، وفي حالة الاتش 9 بتبقى طالعة زي من الرئة، طالعة من اعماق الرئة. فمستحيل ان موسع شعب هوائية انه يدوب السدة ويطردها، مستحيل، مفيش الكلام ده. احنا قلنا الطائر ليس لديه القدرة انه يطلع من معاميعه، الانسان بس اللي بيطلع من معاميعه الانسان.
عنده العضلات دي. الطائر لا، الطائر اخره انه القصب الهوائيه اللي هنا دي انك تساعده ان الافرازات اللي عند مناخيره اللي هو جهاز التنفس العلوي انك تسلكه بايه؟ بانك تديله موسع في مذيب وطارد للبلغم. النقطه دي مهمه جدا، عشان بس ناس كتير بتحط يعني تكلفه، انا بيصعب عليا مالك، انا كسامح بيصعب عليا مالك انت، يعني احنا قلنا الحكيم او احنا الحكمه لما سموا الدكتور حكيم علشان انت بتختار الميعاد المناسب، الجرعه المناسبه، كل حاجه محتاجه ده فلوسك، يعني خد بالك من ايه يا اخي، اعتبر ان انت فلوسك كتير ومش فارقه معاك، بس بيفرق مع الطائر برضو، ما انت كان ممكن تحط حاجه افيد، يعني الموضوع مش موضوع برضو فلوس، موضوع ايه، انت شوف ايه المناسب في الوقت المناسب، هي دي الحكمه عامه يعني. طيب تعالى نشوف حاجه تانية، ايه الفرق بين الاي بي والاتش 9 في التشريح؟ يعني اعرف ازاي اذا كان اتش 9 ولا اي بي؟ هل ممكن في التشريح او بالشكل الظاهري وانا بلف في العنبر كده؟ هو بص، هو الصح انك بتاخد عينه وتشوف البي سي ار وتعرف يعني المختبر اللي بيقول لك، لكن من واقع يعني خبرتنا المتواضعه بنلاحظ ان الاي بي بيكون معاه بيكون السده في القصبه الهوائيه مرفوعه، يعني طالعه من الـ من الـ من الـ من تحت لكن واصله لحد الحنجره، بتلاقي واخده نوع من، لكن هي مش سده القصبه الهوائيه قوي، مش سداها، لا هي بس سده بتكون رفيعه في الحجم، فبتظهر هنا صوت تنفسي. في حاله الاي بي بتسمع اصوات في العنبر، في حاله الاتش 9 بتلاقي الفرخ بيشهق ويموت من غير صوت. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه ان السده في حاله الاي بي بتكون رفيعه وداخله في القصبه الهوائيه الطويله دي، فانت لما تجيب حاجه رفيعه في جوه ماسوره وتنفخ فيها، الفرخ مع النفس مع التنفس بيطلع صوت بتسمع. يا شباب معلش يا شباب الكاميرا فصلت، انا ديزار طولت عليكم النهارده في الحلقه دي، عامه ما منساش اقول لحضراتكم في حلقات تانية بخصوص الاي بي في القناه، انا هحاول او هتلاقوني ان شاء الله عامل كده نظام قائمه في القناه نفسها، نظام قائمه تشغيل كده، يعني حلقات التحصينات، حلقات مثلا المضادات الحيويه، حلقات التغذيه، يعني ان شاء الله هنظم الحلقات في القناه بحيث تكون بعد كده مرجع لينا، او يعني حاجه كويسه لكل مربين الدواجن او عمل خير الواحد ربنا يتقبل يعني. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال، كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.